أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم صوت النبي ولا تجهلوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تفد أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أثرهم لا يغلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والنسيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بغت فأصلحوا بينهما بالعدل والصدق إن الله يحب المفسدين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يكون لما فيه بيتا وكرتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قل آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أموالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أتاكم الإيمان كنتم سابقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد.
علمنا ما تنقصنا برضو منهم بعيد لك كتاب الحبيب كتبه بالحق لما جاء الله بأمر مريح إلى السماء يا الله كيف بنيناها وزيناها وما لها من قرار ومددناها وأغيناها اللهم يشاءون بها ولدينا مزيد قبلهم من ضرر هم جد منهم جامع رقبا في بلادهم من محيط إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو أرض السماء وشهيد ولا قرن السماوات ولا ما بينهما في ستة أيام وما مسنا بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب من الليل فسبح وأدبر السجود يستم يوما ينادي المنادي من مكان قريب يوم يصنع الصيحة بحق ذلك يوم القلوب نحن نهيب نبيت وإلينا المسير يوم تشقق الأرض هم صراعا وما أنت عليه بجبار ملك بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروى والحاملات غرى والداريات غرى السماوات جمعا ما دون لصادق إلى الأرض والسماء إلى الحمام وفي قول مختلف عنهم من فكر I'm not a
عند ربك المسرفين من كان في عامها مؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها الذين لقوا على مغرب موسى إذا سمع بها في الأرض بسلطان مبين فتولى بدوني وما صاحبنا مجنون تمر السماء مورا والجبال سيرا يومئذ للمكذبين الذين في خوض يلعبون يومئذ قير الى نار جهنم دعت هذه النار التي كانت بها تكذبون هذا ما انتم لا تصبرون فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تدعون ما كنتم تعملون فاكين بما آتاهم رب خلقهم ربهم عذاب الجحيم واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مسدودة وزويناهم بحور العين والذين آمنوا وأطبع الذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم وما والذين آمنوا أتبعناهم ذرياتهم بذرياتهم ألحقنا والذين آمنوا أتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما أرسلناهم من أمرهم من شيء بما كسبوا رهينهم بفاكهة ولحم مما يشتهون فيها كسلان وفيها ولا تفيه عليهم النار لهم كالنار لهم أكبر بعضهم على بعض يتساءلون فما أنت بذلك ربك بكاره
شاعر متربص في ريب منا بينما كن من المتربصين فيه قد يأتي مسامعون لسلطان مبين ولكم القرى حجر القوم من مهر المطلع فرائب فانكما يريدون كيدا الذين أبرا أبرا كيدا أمرا خير الله سبحان الله يوم عيشكم ويروا كسم من السماء يقول صحاب مكرا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح وإبداع النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صاحبكم وما غوى عن الهوى وإلا وحي يوحى شديد القوى واستوى وهو بالأفق الأعلى فتدلى سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى للإنسان ما تمنى الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يدعى الله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فارضا ما تولى عزيزا ولم ترد الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى لله ما في السماوات وما في الأرض هدي الذين أساءوا بما عملوا هدي الذين حسنوا بالهدى كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإنكم مدينة ربك تتمارى نبي
بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وشق القمر يروا آيتين يفرطوا ويقولوا سر مستمر كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وجاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر يوم يدعي أبصارهم يخرجون من الأجداد لأنهم جرات منتشر مطيعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يا مقصر قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالا عنون وزجر فقع ربهم أمني قلوبهم فانتصر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر فمجنا الأرض عيونا وارتأمنا يسرنا القرآن لذكر مال المتكر كذب الثمود بالنذر قالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسحر أحضي الذكر عليهم من بيننا ولو كذاب أشر ودم الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة إن الله فاستقم وانتظر أن الماء نسبة لنا يسرنا القرآن لذكر فعل المدكر كذب القوم لوط من نذر إنا أرسلنا عليهم عاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر من عندنا كذلك قديما شكرا لقد أنذرهم بطتنا وجمالا بالنذر ولقد هاوجوهم عن ضيفي وتمسى عليهم فذاقوا عذابي والنذر ولقد صبح يسرنا القرآن بالذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أباجيل المدكر كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر نحن جميعا مغتسر ذهبوا ويولون الدبر الساعة موعدهم الساعة في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوه ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلام بالبصر ولقد أهلكنا أشياء فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر كل صغير وكبير مصدر إن المتقين في جنات ونهر سدرة بريد الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم البيان والقمر بحسبان والشجر يسجدان أفعها وضع الميزان تطغوا في الميزان أغيب الوزن في الرد ولا تنزل الميزان وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأمام فخلق الجنة من نار من نار يا ربكما تكذبان ورب المغربين
يقيان بينهما برزخ لا يقيان ربي هل هذا ربكما تكذبا مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ربي هل ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والعظام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الجنة فبأي آلاء ربكما والثغران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتما تنفذوا من أقدار السماوات والأرض السماء فكانت وجدت الجهاد فبأي آلاء ربكما تكذبان لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان سماهم فيؤخذ يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلهة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بدائن ومن استبرق وجنى طرف لم يضمثن انسا قبلهم لا جنهم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قل إحصار إلا الإحصار فبأي آلاء ربكما تكذبان من دورهما فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خمر وعبر الحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان بارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة لربها كاملة فضة رافعة رجت الأرض هجة نصت الجبال قصة وكانت هباء منبثة أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة أصحاب المشمة أصحاب المشمة صابرون صابرون كم مقربون جنات النهر من الأول من الآخر سرر مغمورة متكئ عليها متعامل وبلدان مخلدون في أكواب وبابارية من بعيد لا يصدقون عنها ولا يمتكون بما يتحيرون بما يسهون حور في أمثال للمنون بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها قبل ذلك مذهبين يسرون على مجرده كانوا يقولون إذا متنا وكنا تراب وإذا مرى إلا لبقاته وآباؤنا الأولين والآخرين لبقاتنا ممن هو ثم إنكم ضالون مكذبون الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض في يوم يموت على كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وما كنت بينما كنت ولا
الأرض وغير ما يترجى كما الليل في النار ويولج النار في الليل وما مما دعاكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم فقال مدى كبير لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ولا تؤمن ميثاق فمن هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ودائره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم فدية ولا من الذين كفروا فماكم النار يا مولاكم وبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فتى والمصدقات وأغرضوا المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم يوم يقول الذين آمنوا بالله ورسله أولئك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اليوم النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب جهنم الحياة الدنيا ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وبالآخرة عذابا شديد ومغفرة بكم
بكم وجنة أرضها كعد السماء والأرض أعد للذين آمنوا بالله ورسله ولا في أنفسكم إلا في رضاك من قبل أن نبرأها إن ذلك الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تبرأوا بما فاتكم الله لا يحب كل تعريف الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبغل ومن يتولى بين الله ومن يرحمه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة وكتابة من أمة وكثيرا من الناس ثم غفينا على آثارهم برسلنا وغفينا بعيسى ابن مريم وهدينا بالإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يغدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسى لكم دور دون نزيلنا من آدم لا غير من لم يجد فصيام شهرين متطامعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد انزل آيات بينات والكافر عذاب مهين يعلمهم الله جميعا فلينبئهم بما عملوا سر ونسير الله على كل شيء بهين ألم ترى
أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألا ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول عنهم أنما يسلمنا خبيث المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي صدقات فإذ لم تبروا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غلب الله عليهم ما هم منكم ولا رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه
أكثر منا للكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يتسموا تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله فليهدي القاسمين فما أفاء الله على رسوله منهم فما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسدد رسله على من يشاء والله على كل شيء للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بمسازة ومن يوقع نفسه أولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا منا للكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنصرنكم ولا نجد إلا لك لا يخرجون معهم ولا يقوتلون جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدير بأسهم بينهم شديد القسم جميعاً وقرابهم لتهالك بأن الرام لا يغيرون أبداً للذين من قبلهم Yeah.
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة في البيت. هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لمجد الله وتلك الأنبار تضرب وارد نازل علهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الخالق والله الذي لا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون بهم بالمودة أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يظن منكم وقد ضل سواء السبيل. إن يرموكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم أرسنة بالسورة لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لا وخيامة يسر بينكم الله بما تمرون بصير. فكانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله ما شاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى إلا الله والغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من المودة والله قدير والله غفور رحيم. بيناكم الله عن الذين لم يقاتلوا ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا فتتبعوا إلا الله يحب المحسنين. إنما يناقم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا
ولا تمسكوا بعصام القوافي وسلاما أنبتم سلاما شيء من أزواجكم فعاقبتم باتوا الذين ذهبت أزواجهم بثمان قبوا وتولى الذين أنتم بهم منهم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأيديهن تتولوا ومن غضب الله عليه وجه عزام عذاب ردك ما يعز الكفار من عذاب الغمام بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم فقالوا لا يترحم الفاسقين يا عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول وتجاهدون في سبيل الله يا مالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم تحبون نصر من الله وفتح كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في قبل في ضلال مبين منهم لما مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يعملوا
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله الصلاة يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قدر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما وما عهد الله خيرا من اللعب من التجارة والله خير الناصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله تسمع لقول كأنهم خشب مسندة يعزمون كل سيئة عليهم أولاد ببدر وترهم الله لا يتكلم لهم تعالوا بيستغفر لكم رسول الله يقال رسول رأيت مسجانا ومستغفرا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم أحدكم الموت فيقول رب لولا أقمتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إلى أجل أجلها والله عليهم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك السماوات والأرض بالحق صوركم فأحسن صوركم إليه المصير السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور أن يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فقالوا أبشر يدوننا فكفروا وتولوا وسن الله والله ولي الحمير دعم الذين كفروا أن
لن يبعثوا غلبرا وربي لتعدن ثم لتنبأن بما عملتم ذلك الله يصير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن من أزواجكم وأولادكم عدو بلدكم أهدروا غير أبو وتسمعوا وتفروا بين الأخور الرحيم إنما أعمالكم وأولادكم إن تولى وعنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله فليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنما بالغ الأمر قد جعل الله لكل شيء قدرا لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أجلهن من يتق الله يجعل له من أبي يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفضوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجرهن واعتمروا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها
تثعن أمر ربها ورسوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله تفضيلا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأدره الله عليه عرف بعضه كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائرات عابدات رائحات طيبات مكات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من ظالمه. يا ابنة عمران التي
أردها أنا بما فيه من روحنا وزدها بك لبات ربها وكتبه وكالبها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن سماوات انطلاقا ما ترى يا خبر رمان من تفاوت حجر بصر حترى من رضا مرد البصر كرتين يا مريم إليك البصر خاضعا وحزين فرض الزين السماء الدنيا بمسامعها وجعلها نجوما للشياطين وانتنا العمل والزين يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير ولا ترى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم هذا الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأرض وربيت عليهم تراكم في الأرض وإليه تشرون متى هذا الوجه ما تصدقون نبغ المعين الله وإنما أنا نذير مبين أرى أعوذ الوداع سيئة مشاهد أمير عند غير مقتدر فيه بعد ذلك سنين لا مال وبنين عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال فرضون كما بلونا أصحاب الجنة إذا صبوا لازم النهار يستطلون طاف علي طائر من ربك ونائم كالسرير فتنادى وراحت لكم من قاتل صارمها
صدوا ولم أقل لكم لولا تسبحوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فضوا على بضية لا ومور يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يمدنا خيرا منها إنا يا ربنا راغبا إليك العذاب والعذاب والعذاب أكبر ما قال يا الله للمتقين أهدى في جنات النعيم المسلمين المهمين بأبصارهم ما سمعوا يقولون إلا هو ما جاء ما هو إلا لخلق العالمين الحق حق أدرك فحق تموت عليهم عليهم سبع ليال وثمانية أيام وصوما أخر القوم فيها ترى كأنه مجاز أهل الهاوية لهم من باقي حتى فرعون وما قبل ومتفكات بالحاجات رسول ربي فأخذهم أخذ الرابية فأما وأمناك في الجارية إلا الألعاب لكم تذكرة وتغيها وواعية بصور نفات واحدة وحملت الأرض والجبال فتكتا تكتا واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ويومئذ واهية الملك على أرجائها ويعمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية فإذ ترضون لا تخافكم خافية وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول وأما من أوتي كتابه بشماله ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ما حسابيه ليتها كانت العالية عني مالية عني سلطانية فقد لا يقيم صلى ثم في سلسلة ذرها سبون لها أبد لا يؤمن بالله العظيم على دعام مسكين لو يوم هنا بما تصلون وما لا تصلون رسول الكريم بقول جاهل قليلا ما تذكرون بقول كاهل قليلا ما تذكرون من رب العالمين توكل علينا بطل قوي منهم اليمين من وتيهم من عبد المهاجرين بدخلة للمتقين ونعلم ان منكم مهاجرين لا تدعوا كافرين لا قل يقين باسم ربك العظيم إلا الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة جميلة يوم بعيدا قريبا يوم تكون السماء يسأل حميم حميما يود المجيب لا يمتدي من عذاب يامين من بنيه وصاحبتي واخيه التي تغيه
في الأرض جميعا ثم ينجيها إنها لضا أتوني سوا من أبدل وتولى فرمى خلق هلو مسه شر جزوع مسه خير منو مصلي على صلاة دائم في أمار حق ملام إلى المرض يصدقون بيوم الدين يؤمن على بحق المجرمون كل منهم من يظهر جنة نعيم إنا خلقناهم مما يعلمون لا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لعاذرون إلى خير منهم ما نر بالمظلومين فذرهم يخوضوا ونمرة يلاقوا يا باب الذي يعدلون من الأجداد سلاحا كانوا يا رسم يخضوا خاشعة أبصارهم أرهقوا بالمظلومين يؤخركم إلى أجل مزمم إن أجل الله إذا جاء يؤخر لو كنت تلم ربي إني دعوت فأمي إليك ونارا ولم يزد دعائي إلا فرارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم ربكم إنه كان أبدا السماء عليكم مدارا بأموال وبنين وإحلكم جنات وإحلكم أنهارا ما لكم لا تدور لله وقارا قد خلقكم أدوارا كيف خلق الله سبع سماوات دمارا على القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ربكم من أهلنا ثم يعيدكم إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد الباب إلا خسارا مكروا مكرا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوى لا يغوث سفيرنا الله
ضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعرضوا الله الله حسنا وما يا أيها المدثر فأنذر ربك فكبر وكبر الرجس فأنذر تمنون تستغل ربك فاصبر فإذا نقر في النار فذلك يومئذ يوم عسير في ريح غير عسير ومن أردت بريئا لو ما لم يجد يجود ومهدت له تبيدا ونزيدا إنه كان لآياتنا عديدا سألت إنه فكر وقدر كيف قدر كيف قدر ماذا عبس وبسر أدر وسر إن هذا إلا سيطر إلا قول بشر سقر هذا كما سقر تبي ولا تقر أطل البشر ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كل مريم من بيت أسلم أشهدك الله الله يخافون الآخرة إلا تذكرة شاء ذكره وما يذكرون إلا من يشاء الله المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم يجمع إلى ما غادرين أما أن يزول يمنا فأيان يوم القيامة فرق البصر والقمر الشمس والقمر يقول لسان يومئذ أين المفر لا وزر يومئذ المسر رب الإنسان يومئذ بما أقدم وأخر على نفسي بصيرة نادلة تحرك في لسانك ساق بساق إلى ربك يومئذ مساق ولا صلى كذب وتولى ذهب إلى أهله يتمطى لك فأولى يحسب الإنسان أجدك سدى ألم يكن نطفة من بني آدم فكان علامة فسوى من الزوجين لك أليس ذلك بقدر بسم الله الرحمن
صدفة أمجاد ندري فجعلناه سميعا بصيرا ناديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا أعطنا للكافرين سلاسل ولا وصيرا جبران يا زمورا من قسر واستبرق وهلوا أساور من حفظ وقبض رابطورا هذا كان لكم جزاء وكان سيئا مشورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا لحكم ربك وأخذ من فاسجد له وسبح ليلا طويلا هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما طويلا هم شددنا وسلم إلى جبابنا هذه تذكرة فمن شاء يا مولاي 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 ي
الغدر هذا يوم الفصل لما ناتم الأولين لما ناتم بكيت يوم الغدر المتقين وعيد العالم وعيون فاكهة مما يشعر واشربوا حريا مما قد تتمرر كذلك نجم سنين يا مهل المقدم جزاء وفاقا انهم كانوا لا يجدون حسابا كذبوا بآياتنا كذبا وكل شيء أرسلنا وفاقا فلن نجدكم إلا أما إن للمتقين مفادا إبابا نابا وكواعبا أهلابا سنتهابا ويسمعون بكذا وما كذابا أم من ربك أعطى السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما يملكون من حتى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذيه الرحمن وما نسوا ذلك اليوم الحق فما جاء فقال يا ربي ما أنذرناكم عذابا قليلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه والنازعات غرقا شدات نجدا بحات سفا بحات سفا بحات أمرا تجر راجبة والراجبة ويومئذ واجبة وحاجات يقولون أئذا لم تنجر في الحافلة أئذا كنا إذا من نخلة تلك إذا كرت حاصلة فإنما هي سيرة واحدة بساهرة حديث موسى ردوا براد المقدس دعاء بلا في أمر إنه دعاء لك إلى أن تذكى إلى ربك فتشى وآية الكبرى وحصى يسعى فنادى وأنا ربكم لنا فجاء الآخرة والأولى ذلك خيرة لمن يشاء أنتم أشد خلقا للسماء وبنى فقسمكها فسواها ليلها وأخرج ضحاها الأرض بعد ذلك دحاها وجملها معها ومعها أرساها سارا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الأخرى يتذكر الإنسان ما سعى تقريب لمن يرى ما طغى حياة الدنيا في النوى وأمر ربي ولا نسعى للهوى الجنة هي المأوى يسألونك عن ساعة يا موسى أنت من إليها ربي المنتهى أنت من يشاء وأنهم يوم يرونها لم يبثوا إلا عشية من أضحاها أخص وتولى أو يعمى مرمى في مظهرة في زفرة برمى في مظهرة في
الشمس كورت إلى السماء قلوب قدرت جبال سيرت إلى البشار وقدرت إلى الوحوش حشرت إلى البحار سجرت نفوس وجرت إذا الموت أسفرت قتل إلى الصحف نشرت إلى السماء حشرت إلى الجحيم صغرت جنة أودفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس والناس إذا حسس إذا تنفس رسول مثل الأجر فيه فماني صاحب قلبنا برق المؤمن أهل عيب الغريب ببعض العباد الذي تتمر إلى آخر العالمين نحن يسرع ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى السماء فطرت إذا الكواكب انتثرت إلى البحار فجرت قبور مؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك اي صوره ما شاء ركبك بل تكذبون بالدين عليكم العاملين كاتب يعلمون ما تفعلون لقيناهم فجارا في جهنم يوم الدين وما هم عنها بغائبين ما يوم الدين نفس والسماء ذات البراق بالهواء وشاهد
والمجال أصحاب الأقدام لا تبغوني ذو مريض يا أخوان ما يفرون من ومين أشوف ما نغموا منه إلا إلهي العزيز الأمين الذي له ملك السماوات والأرض والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولا ملاك جهنم ولا ملاك الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكريم ان بطل ربك العظيم انه هو الابن الحكيم غفور ودود مجيد فقال لنا حديث الجنود وثمود للذين قالوا والله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الرين والطارق مستقيم من كل نفس لما عليها حافظ ولينظر الانسان مما خلق من ماء دافع من بين الصلب والترائم انه على رجل لقادر تبلى السرائر من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجل ذات السبع نقام خصم بهدف انا نكيدون كيدا كيدا كافرين من الوعدا سبح اسم ربك الاعلى خلق فسوى قدر فهدى اخرج المرعى وكان احوى فلا تنسى ما شاء الله انه يعلم الجرى ما يخفى باليسر ان نفعت الذكرى يتذكر من يخشى يتجنبها الاشقى يصلى النار الكبرى يموت فيها ولا يحيا افلح من تزكى وقيم صلى الحياه الدنيا خير وابقى ربي الصحف الاولى إلى موسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية يوم الغاشية ناصبة نار عامية من عين هادية نعم إلى من ضريع ولا يمني من جهة يوم الناعمة راضية نتعالية فيها لاغية جارية مرفوعة مصفوفة مخطوطة ينظرون يا ليلي كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصرت أرضي كيف صدعت إنما أنت مذكر بمسيد تولى وكفر يكذبه الله لنا إلينا إيابهم علينا حسابهم الرحيم والفجر والليالي عشر والشفع والوتر والليل إلى يسر في ذلك قسم لذي هجر كيف فعل ربك بهذا ذات الإيمان أن يغمضها في الليل الذين جاءوا سرى بالوادي طغوا في البلاد فيها الفساد فصبح عليهم ربك صوت عليهم وكرم الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ورحمه فأقول ربي يا رحمني إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يا رحمني يكرمون اليتيم يحطون على الطعام المسكين ويأكلون التراب أغلى اللمان يبقون ما له حبا جما إذا دكت دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يا ميل يديك الإنسان وأنا نوذي يا ليت حذبت لحياتي يوم ميل لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا أيتها نصر مهمة يا ربك قادرة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الرحمن الرحيم لا أوصف بهذا البلد تحل بهذا البلد موالد وما ولد إنسان في كبد ألا يقضي عليه أحد يقول ألا ثم البلد أيحسب أن لم يره أحد لو عينيه عمل خوات ذلك ما رغوت فكر غوات في يومه مسرد لا مرغد أو مسكين لا مرغد مكان من الذين آمنوا وتواسوا وتواسوا بالمرحمة أصابوا
الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها إذا تراها والنهر إذا جلاها إذا يغشاها وما بناها وما دهاها وما سواها فلما رجوها وضواها ما زكاها ما دساها بدواها أعطاها فقال لهم رسول الله والليل لا يغشى إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى إن صاحبكم أشقى وأما من أتى واتقى واسقطن في العزلى بدخل اليسرى من بخل وسمى بالحسنى يسر للمسرى وما يغني عن ماله إذا تردى فالهدى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما غلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يرضيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما السائل نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فلا تبأس إلى ربك والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يريك الله لئن لم ينته لنصوعا بالناصية ناصية كاذبة هادية القدر وما أدرك ما ليلة القدر غير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من سلام لي حتى من ليف إله إله إلا الله الله أكبر لله
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صوفا مضهرة فيها كتب قيمة وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي عن ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بثر ما في القبور وما أدريك ما الغارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالحين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية لا لكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تصطلح على الأبدة إنها عليهم مسددة في عمد
ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير النبابيل أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل الناس مكان لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي حرمهم من جوع وامرهم من غاب لا اله الا الله والله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعمول لا إله إلا الله والله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني لا إله إلا الله اللهم ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها أهم من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في الوقت ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله نبي نور كبدنا يو نصر عتيسا نعم قتل لذا ذاكم نعاين إيانا مرون أرتك وارن. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الله شرع خير باكو شوخي هاي الله جيشك تيمية شنلايا شدة دي يوم القيامة. الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله. الجبال يا الكواعي جوامع جوارا كنا غنينا الله جنا فردوس وكاجلاضي. الله يا نبي سلام عليك
عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله جل نور نجد الله ضادنا في الدوس وجده غيلا الله صلى الله عليه وسلم.